لاعب لاعب كوري رئيس جمعيه الدراما في سونترال من المستدام في اطار اعاده الهيكله اللي كيعرفها كتعرف السوق المركزي. وهذه الهيكله اللي كانت جلات في المرطوب في الواد الحار في الماء جلي في الزفت لكلها اشغال اللي كانت تم بداخل السوق المركزي اللي كان توافق ما بين المدينه وما بين شركه البناء حول هذه اعاده الهيكله اللي كانت توافق مع شركه الضابطه اللي تم التقسيم ديال السوق على ما سموه دي زون. الحمد لله حنا وصلنا للزون الخامس الاشغال فيها قريبه تنتهي، ولكن عندنا واحد العائق بداخل السوق هو واحد النقطه سوداء اللي حنا بصراحه المسؤولين حتى الساعه ما استطعوش نتجاوبوا معنا، هي هذا الكيوسك اللي هو على مدخل ديال علا بن عبد الله. هذا الكيوسك هذا اللي ولا تقريبا هو هذا الكيوسك هذا اللي ولا عندنا كيشكل لنا واحد العائق. هذا العائق اللي كيتشكلوا لنا هو فيما الانسان كيدير الحاجات ديالو كيجي لهذا الكيوسك هذا. إذا كتشوف هنا شي جديد وصل من الكيوسك كنلقى مجموعة ديال الأسباب، مجموعة ديال الحوايج، يعني حنايا راسلنا جميع السلطات بما فيهم السيد العام حتى هو راسلناه، حتى شي واحد ما جاوب عندنا هذا الكيوسك هذا. حنا دابا كنطلبوا من المرة الثانية من المسؤولين على حساب باش يحيدوا لنا هذا الكيوسك هذا. وهذا الكيوسك هذا تقريبا 2013 كان واحد اللجنة تعينات من طرف مختلف مصالح ديال العمالة الدار البيضاء وكاين قرار ديال إزالة الكيوسكات، ولكن لحد الساعة ما كاينش شكون غادي ينفذ، حتى شي واحد ما غادي يستطع باش ينفذ النقطة السوداء اللي داخل السوق. الحمد لله حنا الأشغال غدا لا أحسن ما يرام، وكاين توافق ما بيننا وبين الشركة وما بين التجار. تقريبا غادي واحد 80% 80% 80% ديال الأشغال اللي تيئة في السوق. ما بقاش بزاف. لا ما كاينش، ما كاينش، لأن اللي بقى عندنا دابا هو المحلات ديال الاسماك هي اللي باقيه، ولكن تقريبا زون نيميرو 6 هي الاخرى كل ورا يدخلوها اللعبه من وراها واحد الاسبوع يدخلوا مول الاسماك هو اللي كان اخر مرحله في هذا السوق. تغرق. كنتسناو دابا الاشغال ديال الاسماك هما اللي غادي يكونوا كاين واحد شهرين ولا ثلاث شهور اللي غادي يكون النهايه ديال المره تكون ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.